طيب في خبر مهم من مجله الاهلي، وقالت ان ريال مدريد والارجنتين يتصدران قائمه الاكثر تتويجا، والاهلي في المركز الثالث عالميا بفارق 4 ألقاب. طيب خلينا اقول لكم تفاصيل الخبر ده، وهو خاص ان النادي الاهلي احتل المركز الثالث في ترتيب الانديه والمنتخبات. هم عملوا احصائيه كده ما بين الانديه والمنتخبات، اكثر الانديه حصدا للالقاب واكثر المنتخبات حصدا للالقاب مع بعض، فبالتالي ريال مدريد طلع الاول، لان ريال مدريد كده كده عنده عدد كبير جدا من الالقاب الدوليه والالقاب القاريه بشكل كبير، فبالتالي ريال مدريد احتل المركز الاول والارجنتين منتخب الارجنتين احتل المركز الثاني. ورغم انك بتجمع كل الالقاب لكل الانديه في العالم وكل المنتخبات في العالم، الى ان كمان النادي الاهلي احتل المركز الثالث بعدد كبير ايضا من الالقاب، فبالتالي ده شيء مميز. يعني الاهلي على مستوى الانديه بس هو المركز الثاني بعد ريال مدريد، على مستوى الانديه والمنتخبات هو المركز الثالث بعد ريال مدريد والارجنتين، فبالتالي ده كان شيء مهم وجيد جدا، وده طبقا لصحيفه ماركا الاسبانيه اللي عملت كمان هذه الاحصائيه، فبالتالي ان شاء الله ده شيء جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي يعود للالقاب القاريه، وده شيء مهم جدا. بطوله دوري ابطال افريقيا غايبه عنك بقالها اكتر من 5 مواسم، اخر موسمين وصلت النهائي وخسرتهم، كانوا هيفرقوا معانا جدا في المنافسه مع ريال مدريد، لكن لسه ان شاء الله النادي الاهلي السنه دي يقدر يحسم هذا اللقب، وبعديه كمان هيبقى عندك كاس العالم للانديه، يعني ان شاء الله تحقق فيه نتائج جيده، وهيبقى عندك السوبر الافريقي، فادي بطولتين بسرعه، فان شاء الله النادي الاهلي يستمر في المنافسه مع ريال مدريد ومنتخب الارجنتين كمان على صداره الانديه الاكثر تتويجا في العالم.